السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سنتكلم عن تطبيق يتيح لك إنشاء نافذة جانبية لتضع فيها البرامج التي تستخدمها بكثرة لسهولة الوصول إليها. بعض الأجهزة تتيح لك هذه الخاصية أصلية من الموبايل، مثلا مثل موبايل S3، وهذه هي مالتي ويندو، ولكن تجبرك بالبرامج التي عليك أن تستخدمها. أما هذا التطبيق فلك حرية اختيار البرامج التي تريدها. اسم التطبيق مالتي ويندو، حجمه 2 ميجا، بإمكانك تحمله من الجوجل بلاي أو من الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو. حمله وافتحه، نضغط على هذا الزر فستظهر نافذة جانبية هنا على الجانب. نضغط هنا فسنختار الثيمة أو الشكل أو لون النافذة التي نريدها، نختار أي شكل نريده. وإذا ضغطنا هنا speed of bar، أي سرعة ظهور النافذة، fast أو medium أو slow، و arrange icons، ترتيب الأيقونات أو ترتيب البرامج التي تضعها في هذه النافذة حسب الأكثر استخداما أو حسب الذي استخدمته مؤخرا أو ترتيب أبجدي. وهنا نجد مدى شفافية هذا الجزء البارز من النافذة. طيب، نفتح النافذة ونضغط هنا ونختار البرامج التي نريد وضعها. اختار أي برامج، أي شيء تريده. بإمكانك حذف البرنامج أيضا بالضغط عليه. إذا ضغطنا أوكي، هذه النافذة موجودة وين ما كان. وأنا أستخدم مشغل أغاني، بإمكاني الوصول إلى النافذة أو أنا أستخدم أي برنامج، ستبقى النافذة موجودة. هذا كل شيء. شكرا للمشاهدة، اضغط لايك وشير واترك لي تعليقا، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وزيارة صفحتنا على الفيسبوك.